أنا أخوك عسكري من جيش المنحل. نعم، أبو أحمد. أبو أحمد، نعم، أردت عندي قاعين، قاع استحقاق وقاع زين بأنه هدية السيد الرئيس. زين زيناتين ما أعطوني إياهم ويحشون بالمبادئ وبالدين وبالأخلاق. قلت لا ألو. نعم معك أبو أحمد، ليش ما أعطوهم إلك؟ ما أعطوني إياها لأن أنا قبل حاربت إيران. شلون حاربت إيران؟ زين ما نعطيك قاعد لأن أنت حاربت إيران. قلت لا، وأنا رجال عسكري وخدمتي 28 سنة بالجيش العراقي. زين وقدمت معارك وخدمت البلد وخدمت العراق. زين ما خدمت انا صدام حسين، انا خدمت العراق. نعم. زين واخر ما تبقى هسه عندي انا 9 اطفال وقاعد بالايجار. ها نعم. والاحزاب بيناتها التاجر بذم الفقراء بذم المظلومين. زين قلت لا لا. نعم. كل واحد لازم له ركن وتدربه بامريكا. ها 56 وجتي جو على الدبابات وصاروا هم اهل العراق. زين ما صدق ما ادلاني لي ما عدمني ما دمرني ما دمر عائلتي. زين ليش هم شاردي اذا هم عراقيين؟ كان سووا انقلاب على صدام. ها واخذوا وحقهم بديهم. انا اليوم مطلوب اطلب شخص بالدوله انا اسوي لي ثوره. هو وشو صدام من كتل اخذها بذراعه؟ كان اخذوها بذراعه مو ياخذوها على الدبابات وبامريكا. كل واحد ما اخذ له فله وحاط له فله بالجادرية. ها واحنا حصل علينا الجقارة وترسنا امراض. زين نعم. دين ما عندهم، مذهب ما عندهم، قشمرين العالم، شعب نايم لا عنده خيره لا عنده شرف. يحكي يقول العراقيين وين خيرتهم ما اعرف.